الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الطلبة أحبائي، نكمل المحاضرة السادسة لمادة محاكيات الشبكات، ونكمل ما أخذناه في المحاضرة الخامسة. تذكرون وصلنا إلى الفايبر أوبتيك كيبلز، ووصلنا إلى موضوع النتورك توبولوجي. النتورك توبولوجي بشكل مختصر ومبسط مثل ما اتفقنا على شرح المادة، هو عبارة عن شكل الشبكة. شكل الشبكة شلون تكون، شلون راح يتم توزيع الأجهزة ضمن الشبكة، وهذا التعريف اللي إذا أنتم تحتاجوه. The way in which the elements of network are mapped or arranged is known as network topology. يعني شكل، احنا نسميه مخطط الشبكة، شكل الشبكة شلون راح تتوزع، الأجهزة وين راح تكون، الحاسبات وين راح تكون، راوترات شلون راح يتم الربط بها مع بقية الأجهزة. وعندنا نوعين من هذا الشكل: الفيزيكال توبولوجي اند لوجيكال توبولوجي. الاول describes the placement of network nodes and the physical connections between them. يشرح او يبين او يصف اماكن Network Nodes. Network Nodes مثل ما أخذنا بمحاضرات السابقة، Nodes هو أي جهاز مرتبط داخل الشبكة، حاسبة، سيرفر، طابعة، راوتر، أي جهاز مرتبط مع الشبكة. هذا الفيزيكال توبولوجي هو يوضح لنا كيفية وجود هذه الأجهزة وين مكاناتها. And the physical connections between them. Physical هو معناته الربط المادي، يعني الارتباط المادي بين هذه النودز. ممكن أن يظهر على هذه، على هذا الشكل من الشبكة اللي هو physical topology. اللوجيكال topology وهو طريقة، طبعا أنا إذا أشر عليه يعني هو هذا المهم من الكلام، اللي أشر عليه هو هذا المهم من الكلام. لا تريدون، أوكي ماكو مشكلة، حتى أوكي. اللوجيكال توبولوجي، وهذا أيضا خلينا أشرح حتى لا تقولون ما تقولون الشرح مو واضح. أوكي، اللوجيكال توبولوجي من اسمه الأول فيزيكال توبولوجي اللي هو المادي الأمامنا نشوفه. اللوجيكال توبولوجي اللي هو ما نشوفه، شنو اللي ما نشوفه احنا؟ تناقل البيانات. يعني خليك وياي، عندك نتورك توبولوجيز، هذه نتورك توبولوجيز تبين لنا كيفية توزيع الأجهزة داخل الشبكة. عندنا نوعين من هذا التوبولوجيز، واحد فيزيكال توبولوجي والثاني لوجيكال توبولوجي. الفيزيكال من اسمه فيزيكال، مادي مرئي ملموس نشوفه قدامنا، نشوف الجهاز قدامنا وين مكانه. اللوجيكال توبولوجي وهو المنطقي الغير مرئي، الشيء اللي ما نشوفه. شنو الشيء اللي ما نشوفه احنا بالربط الشبكة؟ شنو؟ اكيد البيانات، لما تنتقل البيانات من جهاز الى اخر احنا ما نشوفها. فموضوع اللوجيكال توبولوجي هو له علاقة بمن، بالبيانات او السيجنالز. The way that the signals act on the network media، شلون الإشارات الكهربائية تتناقل بين الأجهزة. أو the way that the data passes through، أو تناقل البيانات، مرور البيانات through the network، من خلال the network from device to the next without regarding to the physical interconnection، بدون بغض النظر عن كيفية اتصالها بالشكل اللي هو الفيزيكال توبولوجي. ما يهمنا الشكل اللي مرتبط به، لكن يهمني طريقة تناقل البيانات بين جهاز وآخر. أوكي،
طبعا نعم اللوجيكال توبولوجي ار باوند اون ذا نتورك بروتوكولز. احنا نعرف البروتوكولات السابقة اللي حكينا عنها هي اللي تمثل طريقة حركة هذه البيانات والاتفاق بين الأجهزة. أنا أشوف هذا الرسم، الرسم اللي على اليسار هو يوضح لي الفيزيكال توبولوجي، هذا هو شكل الأجهزة شلون مرتبطة، ولكن تناقل البيانات إذا تلاحظون هذه البيانات أو الإشارات الكهربائية اللي تنتقل داخل الجهاز من جهاز إلى آخر، هذا هو اللوجيكال توبولوجي اللي ده يقول هنا inside the ports، داخل البورت، داخل عفوا الأجهزة المرتبطة بالشبكة البيانات تنتقل من جهاز إلى آخر بشكل packets، وهذه الباكيتس هي احنا ما نشوفها لكن هي تنتقل من جهاز الى اخر. طيب الان راح نجي على انواع الفيزيكال توبولوجي. الفيزيكال توبولوجي عندنا طبعا 4 5 انواع، انا راح يعني اشرحها بشكل بسيط، وايضا راح ناشر على الاشياء المهمة حتى لا تقولون لنا شنو الملزمة. اشياء بسيطة المهمة من كل موضوع هو هذا اللي يهمنا، لان احنا انتوا هاي المواضيع راح تدرسوها في موضوع النتورك مع استاذ زياد، وهذا يعني اللي دا اخذه مجرد استذكار لما تاخذوه في المادة الاخرى حتى نرسخ المفاهيم عندكم وتعرفوها بشكل صحيح لما نقعد نشتغل او نسوي عملي السيموليشن اللي نشتغل عليه بالشبكات. اوكي، اول نوع اللي هو الباس توبولوجي. الباس توبولوجي من اسمه باس، الباس الباس اللي هو الباس، باس الحافلة اكيد انتم شايفين، وهذا الباس من يمشي يمشي بي ايش بي يعني شلون يمشي، يمشي بكيفه، يروح يعني يطلع من النهضة يروح للعلاوة بكيفه، الباب الشرجي بكيفه، اكيد لا، عنده مسار وهذا المسار محدد من هذه النقطة رقم 1 إلى النقطة رقم 2 إلى النقطة رقم 3 وهكذا، ويرجع بنفس الطريق اللي راح بيه. نفس الفكرة اللي هنا إذا تشوفون هذا هو الباص، هذا هو الباص اللي إذا نحكي عنه، هذا هو الباص اللي إذا نحكي عنه، والأجهزة مرتبطة معه بكافة أنواعها مرتبطة مع هذا الباص بأي نوع من أنواع الاتصال، بس على الأكثر وعلى الأغلب هو يكون اتصال سلكي. نجي هذا هو الملخص لما موجود في هذا الكلام. أنا طبعا احنا تعلمنا ووضحت لكم طريقة الدراسة انه انت تأخذ ملاحظات، لأن هذا الكلام اللي موجود هنا هو نفسه دا احكيه بس بطريقة أخرى، لأن أنا مو مترجم حتى أخذ لك هذا الكلام وأترجمه حرفيا، لكن أنطيك نقاط عامة مهمة أنت ممكن أن تستفاد من عندها وسجلها عندك، وأكيد اللي ما له حق تقدر تعيد الفيديو وتعيد الفقرات اللي أنت تهمك حتى تسجل من عندها النقاط المهمة. الباس توبولوجي بفوائد وبمساوئ. الفائدة الرئيسية من هذا النوع، طبعا اكو هنا موجود فائدة ومساوئ، اذا ما تريد تقراها بالاسطر موجودة هي نفسها هنا، هنا معزولة على صفحة. The advantage of the bus using topology، عندنا two advantage، الاولى is easy to handle and implement، سهلة للتعامل معها وللتنفيذ، كل السهلة مجرد تجيب واير وتربطه ويا السلك الرئيسي، تجيب واير تربطه ويا السلك الرئيسي ويتوزع على بقية الأجهزة. الفائدة الأخرى اللي هي the best suited for small network، معناتها هي مفيدة للشبكات الصغيرة اللي داخل مكتب، داخل غرفة، يعني داخل بيت، مفيدة لهذه الشبكات. طبعا للعلم انه احنا هذه الانواع من التوبولوجيز مو اكثر هنستخدمها، اكثر شيء نستخدمه راح نجي عليه اخر شيء في هذه المحاضرة.
الادفانتج اللي ديس عفوا ديس ادفانتج للباس توبولوجي، اولا الكيبل لينث از ليميتد، طول الكيبل محدود، ما اقدر اني اخذ اكثر من 100 متر. ليميتس اوف نمبر اوف ستيشن، عدد المحطات محدود، عدد الاجهزه محدود، ما اقدر اخلي مثلا اكثر من 20 جهاز او 30 جهاز حسب الشبكه اللي انت تستخدمها. This advantage الآخر network topology can perform well only for a limited number of nodes، يعني تشتغل بكفاءة لعدد محدود من النودز. طبعا أكو مشكلة رئيسية في هذا النوع، هو مشكلة السكيورتي، لأنه الجهاز مثلا هذا الجهاز إذا راد ينطي إلى هذا الجهاز إشارة كهربائية أو بيانات راح يدزها إلى كل الأجهزة الموجودة على الشبكة، وأترجاكم تنتبهون هذا الموضوع لأن احتمال يجيك عليها سؤال. السكيورتي هنا أنا ضعيف، ليش؟ لأنه الجهاز، أي جهاز يريد يرسل إلى جهاز آخر راح يبث إلى جميع الأجهزة، والإشارة الإلكترونية راح تروح إلى الجهاز المعني، يعني كل واحد إذا تجي الإشارة يباوع هذا هاي الإشارة مو إليه منها. لكن إذا كان هذا الجهاز هو عبارة عن هكار أو شخص قاعد يريد يشوف أنت تشتغل، ممكن أنه يأخذها ويشغل عليها برنامج اللي هو يفك شفرة البيانات من أجل الحصول على البيانات اللي يريدها. لذلك إيش نقول، هي داخل المكاتب، داخل يعني مو خارج البيوت، هي داخل المكاتب الشبكات الصغيرة حتى ما يجي شخص مخترق يخترقها. طيب نجي على النوع الآخر الرينج توبولوجي، يعني راح أعطي الأمور بشكل سريع حتى ما نتأخر المحاضرة ونحاول نخلصها. الرينج توبولوجي من اسمه إذا تلاحظون هو عبارة عن رينج. طبعا ذاك بهذا الباس توبولوجي أكو نود وحدة اللي هي one port، port واحد متصل مع الشبكة. هنا أنا two ports، هذا النوع من التوبولوجي ميزته انه يكون الجهاز الواحد اكو تو بورتس، دخول خروج دخول خروج دخول خروج، ويكون الجهاز الاول مرتبط مع الجهاز الاخير. وايضا ب ديس ادفانتج ان ادفانتج، الادفانتج اللي موجود له داتا بينج ترانسميتد بتوين تو نودز، انه البيانات تنتقل من جهاز الى اخر بسرعه وبدون تاخير. السنترال سيرفر is not required، ما أحتاج إلى سنترال سيرفر، مجرد الأجهزة هي مرتبطة واحدة مع الثانية. الديسادفانتج الأول هو أي جهاز يعطل، أي جهاز يعطل من هذه الأجهزة يؤثر على الشبكة كاملة. والديسادفانتج الآخر أي حركة بهذه الأجهزة، أجي أبدلها أغيرها أغير نوعها، من حاسب أسوي موبايل، من موبايل أسوي مثلا ديسكتوب، إلى أي نوع، أي شيء تغير أغيره هنا في هذه الشبكة يأثر على الشبكة ككل كاملة. لأنه هو يعتبر خلينا نقول شلون ربط التوالي، ربط على التوالي، أي جهاز يعطل أو يصير بيه مشكلة داخل هذه الشبكة يؤدي إلى انهيار الشبكة. طبعا this topology is more secure than bus topology، ليش؟ راح أقول لك ليش. إذا كان الاتصال between جهازين، يعني هذا الجهاز يتصل هذا الجهاز، راح تلاحظ أنه ماكو أحد بيناتهم، ماكو أحد بيناتهم. لكن المشكلة وين؟ لما هذا الجهاز يريد يتصل مع هذا الجهاز راح يدز البيانات، تلاحظ، من جهاز إلى آخر، من جهاز إلى آخر، يعني وبالتالي راح تقف هنا مشكلة السيكوريتي مرة أخرى حال الباس توبولوجي. لكنه بين جهازين يكون سيكور أكثر من الباس توبولوجي. أوكي؟ طيب نجي على النوع الآخر الميش توبولوجي، والميش توبولوجي أنتم سامعين بهذا المصطلح، معروف المصطلح هذا. الميش هو أنه كل جهاز هو مرتبط مع الجهاز الآخر بشكل مباشر، وممكن أن ينقل بياناته إلى الجهاز الآخر بسهولة وبدون مشاكل. طبعاً more security than other، than القبلها هو أكثر security. ليش؟ لأنه كل جهاز مرتبط مباشرة مع الجهاز الآخر ويدز البيانات بدون مشاكل. عيوب هذا النوع
انه الترتيب اللي يتم توصيل به البيانات من عقدة الى اخرى شوية معقد، ومو سهل ترتيبه، ومو سهل يعني مو بسهولة انت تجي تسوي انستليشن لهذا النوع من الشبكات. يحتاج من عندك اجهزة، يحتاج من عندك كيبلز والى اخره من الاشياء اللي انت تحتاجها في الروت. نجي على النوع الاخر اللي هو الستار توبولوجي، اللي هو من اسمه نجمة يعني هذا بهالشكل يكون. اكو عندي جهاز بالمركز، نفترض سيرفر، راوتر، هاب، ومرتبطة ببقية الأجهزة. كل البيانات اللي تمر من أي جهاز لازم تمر عبر هذا الجهاز الوسطي. وبه مشكلة أيضا، نجي على المشكلة الرئيسية، يعني ما هي المشاكل وما هي شو الأدفانتج والديس أدفانتج. نجي على الأدفانتج. الأدفانتج اللي يخص هذا النوع انه هي توفر بساطة بالتشغيل. ليش؟ لانه احنا مسيطرين تماما على الشبكة من خلال اذا وضعنا مدير للشبكة على يدير الشبكة هنا في المركز، راح يدير الشبكة بشكل جيد. النوع الاخر او الادفانتج الاخرى، يحقق عزل لكل جهاز، ان كل جهاز معزول عن الاخر بشكل تام. يعني الدخول لهذا الجهاز ما يمر إلا عن طريق الراوتر أو الجهاز اللي هو المركزي. المشكلة الرئيسية لهذا النوع يعتمد على العمل المحوري، بالتالي يعني يعتمد على هذا العمل، يعتمد على الجهاز المحوري اللي هو الوسط. فبالتالي أي خلل يصير في هذا الجهاز يؤدي إلى سقوط الشبكة بشكل كامل. نجي على النوع الآخر اللي هو التري توبولوجي، هو تقريبا نفس الستار توبولوجي، لكنه من هذه الستار نلاحظ اكو نسميه الجذر، احنا الروت. روت الشبكة هو الرئيسي، مرتبط مع مجموعة من الشبكات الستارز، وبالتالي هي تجي من الرئيسية، الروت الرئيسي، ويتفرع إلى الأفرع الداخلية اللي تكون تحته. النوع الأخير واللي حتى نختم به المحاضرة هو الهايبرد. الهايبرد هو اللي احنا بنستخدمه، اللي أنا قلت قبل شوي قلت ياها نوع نستخدمه بشكل واسع، هو الهايبرد. الهايبرد هو عبارة عن مجموعة من الشبكات، من تجمع بين شبكتين مختلفة صار عندك هايبرد. جمعت بين ستار نتورك ورينج صار عندك هايبرد. جمعت بين عفوا باص بين ستار وباص صار عندك هايبرد. جمعتين ثلاثتين هو هذا هايبرد. وطبعا فوائده كثيرة، لأنه يؤدي إلى عندك أنت هنا كل شبكة معزولة بشكل كامل عن الشبكة الثانية، وبالتالي يوفر لنا سكيورتي عالي من خلال انعزال كل شبكة عن الأخرى، وتتعامل عن طريق السلك المرتبط وياها أو النيتورك أو الوايرلس المرتبط وياها. هنا هي محاضرتي، وأشكركم جدا، وإن شاء الله نشوفكم على خير.